Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada hari yang mulia raya ini, pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan sama-sama seperti biasa belajar mengaji agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Jadi bagaimana cara membacanya setiap ayat yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Untuk hari ini kita akan membaca, belajar mengaji di surah Al-An'am ayat 19 ya, sampai nanti 2 halaman. Nah, bagi jamaah yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap seperti ini, seperti biasa silahkan WA ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Taib, sekarang mari sama-sama kita awali dari ta'awudz untuk belajar mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون هدون أن مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني قل إنما هو إله واحد وإنني
إنني وإنني بريء مما تشركون وإنني بريء تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا للذين أشركوا أين شركاؤكم
الذين كنتم للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
panjang hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولو ترى قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل
قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء الساعة بغتة قالوا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا
قدرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولقد كذبت رسل من
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah ya, sudah selesai kita baca surah Al-An'am ya sampai di ayat 35.
insyaallah ke depan akan kita lanjut di ayat 36 ya. Nah, bagi jemaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan juga ada satu permintaan dari saya, jangan lupa subscribe channel guru saya yang bernama itu Darur Rahmah TV ya. Channelnya dicari saja Darur Rahmah TV, di situ beliau mengupload tentang salawat istighfar ya, agar kita dekat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian pada pertemuan yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.